مع جهاز عرضها ولإبداء المرافعة مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية. رفعت الجلسة. شهدت الجلسة طلب محامي الدفاع عرض قرص مدمج سي دي يحتوي على تفاصيل أحداث المحلة، كما تم الاستماع إلى أقوال ثلاثة من المتهمين إلى جانب أحد الخبراء الفنيين بخصوص كيفية تشغيل كاميرا فيديو كانت موجودة ضمن أحراز القضية لمشاهدة ما عليها من مادة تخص أعمال الشغب والتخريب. شوف كده اشتغل كده ما اشتغلش. فقرر أن البطارية ليس بها شحن. أرض المحكمة جابت السي دي وجابت الذاكرة على امكانيه عرضهم، فطلع ان الكاميرا ما فيهاش شحن، فالمحكمه سلمت الكاميرا للفني عشان يشحن الكاميرا ويمكن عرضها في الجلسه القادمه ان شاء الله. السي دي خاص بصور الاحداث، يعني اتصورت اللي هي موجوده منتشره عبر الانترنت، بس لابد ان المحكمه تطلع عليها للتاكد من ان المتهمين اللي في القفص مش موجودين في هذه الصور. كايه يا ابني دي؟ لاحظ ان هناك اثر تدخل جراحي في منتصف الذراع الايسر للمتهم. كشف عليك تحياتي يا ابني، سبت تحياتي. ها هات رجع كده. مش مجرد تدخل جراحي سياده الرئيس، يعني في ضمور ده يعني حتى النيره ما نظرتوش للاسف. المحكمه عينت الناس وعينت بعض المتهمين ونظرتهم ولقيت ان فيهم اصابات لا يمكن ان هم يقوموا بالاعمال العنف دي. كانوا عاملين متهم رقم 26 اسمه عصام محمد الفره من قوات الجماعات اللي استولت وحرقت ونهبت وسرقت، وقال ان هو مقيم في العماره 71 مساكن كفر حجازي شقه 4، الشقه اللي بيقولوا عليها فيها الماسورات وفيها المتهم ديت، الشقه دي مشغوله بسكن الغير وهو مقيم في مكان اخر، فبذلك بتنهار تحريات المباحث وبينهار معها القضيه بالكامل. قبل بدء الجلسه هدف المتهمون جميعهم آملين في الحكم ببراءتهم. كلنا انظلمنا والله، انظلمنا ما عدلناش اساسا غير القضاء. دلوقتي كلنا بنقف قدام هادي، يوم القيامه باذن الله نقف قدام ربنا وحسبنا الله ونعم الوكيل. كان انصار المتهمين وذويهم قد احتشدوا في بهو محكمه الجنايات طنطا لمسانده المتهمين، رافعين لافتات طلبوا فيها بالافراج عن المتهمين ورفع الظلم عنهم. كانت النيابة قد ألقت القبض على حوالي 500 مواطن عقب المصادمات العنيفة التي شهدتها المحلة يومي 6 و7 إبريل والتي راح ضحيتها 2 من المواطنين، وتم إخلاء سبيلهم جميعا عدا 49 متهما والذين وجهت إليهم تهم إتلاف المنشآت العامة وحرق مدرستين وتعريض حياة المواطنين للخطر، ليتم تأجيل القضية اليوم لحين تجهيز الكاميرا المحرزة والسي دي. الجميع في انتظار عرض السي دي الخاص بأحداث المحلة يوم الثلاثاء القادم، والذي ربما يكون هو الحد الفاصل في هذه القضية. فسيشهد هذا السي دي على براءة المتهمين أم سيكون دليلا على إدانتهم؟ آلاء جويش، العاشرة مساء. صحيح، ربما تكون مصائر هؤلاء معلقة بالسي دي أو القرص المدمج الذي يحوي تفاصيل حية لما حدث في أحداث المحل. تواصلت معنا وزارة الداخلية دلوقتي وأنبأتنا بأن وزير الداخلية السيد حبيب العدلي أصدر اليوم قرارا بتسفير والد ووالدة الضابط محمد الشماشرجي للسفر للحج، وذلك نوع من المواساة من الوزارة لأهل الشهيد وحالة من استجلاب السكينة والسلوى لهما وهما يستحقانها بحق. نيجي للحدث اللي اهتم له مش بس الشارع البورسعيدي ولكن كل الشارع الرياضي. رئيس نادي المصري البورسعيدي الحاج سيد متولي وفاته المنية، الشخصية الرياضية الشهيرة وربما يكون أقدم رئيس نادي كروي في مصر على الإطلاق، ذو العلاقات الواسعة والرصيد الكبير عند البورسعيدية وعند الكثير من الرياضيين. رحل سيد متولي وتحولت جنازته
الحقيقة من جنازة رسمية حضر فيها رموز الرياضة في مصر وبعض أهله وذويه إلى ازدحام كبير جدا ومشاركة شعبية من كل أهالي بورسعيد لتوديع رئيس ناديهم رئيس النادي المصري. اسم سيد متولي عايز كتاب نقعد نتكلم فيه، انما بقول ان احنا الحاجه السريعه ان الملعب يبقى الاستاد ده يبقى باسم زي ما استاد التش استاد المقاولين على اسماعيل عثمان احمد عثمان. اعتقد بعد ما انت عملت الشارع في بورسعيد دوري النهارده بقى اسمه دوري سيد متولي. الصعب ده ما نخليش واحد يتكلم غير ان احنا بنتمنى له الرحمه وبندعي له دايما بالرحمه ونقرا له الفاتحه ان ربنا يرحمه ويغفر له ذنوبه. طبعا من اعز شعب بورسعيد وسيد المحافظ وفقيد طبعا كان عزيز علينا كلنا وخساره للرياضه المصريه. هو انتوا بس عايزين الفرق بس اللي تعبنا شويه وتعب كل الناس اللي جايه دي. الحاج سيد من الشخصيات المحترمه اللي كلنا بنحترمها وبنعزها وبنحبها، ومهما اختلفت مع الحاج سيد لازم تحبه لانه شخصيه كانت قلب زي اللبن الحليب. الله يرحمه والله يرحم فعلا الناس اللي بتحبه كمان واهله. ويعني احنا فقدنا اب واقول ايه يعني رائع رمز كبير جدا. كان الفقيد من رجال الرياضة الأشداء والأقوياء ليس فقط في تسيير أمور النادي ولكن في مواجهة القضايا الرياضية عامة. بعد الفاصل هنسأل ماذا في جعبة هاني سرور ليحدث به الرأي العام؟ الرجل متهم منذ حوالي سنتين. الرأي العام عنده إشكالية كبيرة جدا مع هذه القضية وعنده إشكالية كبيرة جدا مع كل أسماء رجال الأعمال التي تورطت في قضايا تمس الناس أحيانا وتمس السياسة أحيانا أخرى. هل من الممكن أنه بعد الصمت الطويل يكون عند هاني سرور رئيس مجلس إدارة هيدلينا وعضو مجلس الشعب جديد يواجه به الناس؟ بعد فصل